اسميها تبقى ورا منه اسميها ريترو بروتينيال ستراكشر. وفي فيسرا يعني في اجزاء معينه بسيطه ما لهاش بروتينيال كفرنج خالص. طيب خليكم معايا. فانا هعمل سيرجيكال سكشن في الابدومن، سيرجيكال سكشن من فوق لتحت، يعني كان خدت النص كده من عند الامبريكاس. ولما تعمل سكشن وتلاقي هنا الامبريكاس دي سيتا انتيرو ابدومينرو ولا بيتر كولم بوستيريا من الوول، ولا الديافرام اللي هو بيفصل الابدومن من السوركس، وهنا تحت هنا طب في قلب الجسم يبقى هنا ابسط. ادي هنا شايفين هنا اللي ورا شايفين هنا نفس الرجل اللي شايفين. ادي هنا اللي ايه السيمفيس بيوبس اللي هو البيوبيك بون اللي هو الجنكشن اوف تو بيوبيك بونز اسمه ايه؟ سيمفيس بيوبس اللي هو منطقه العام. وادي ورا منه هنا في اللي هو يورينري برادر المثانه البوليه يورينري برادر. وادي هنا في الريكتم في الفيلبس. طيب خليك معايا بقى. البروتينيوم قلنا ان هو سيروس ساك which lines the abdominal cavity lines the abdominal cavity and covers the vessel. ماشي lines the abdominal cavity and covers the vessel. بس لسه ما حطيتهاش. الابدومينال كافيتي الجزء اللي هو ورا الابدومينال كافيتي اسميه برايتال بروتينيوم زي البلورا بالظبط، وزي البرايتال اللي هي بتاع السيروس بريكاردون which lines the fibrous pericardium. And the visceral proteinia, it is the layer of proteinia which covers the vessel. اتفقنا كده؟ والسبيس اللي بيكون ديم زي البلورا هنسميه ايه بقى؟ بريكاردال كافيتي. بريكاردال كافيتي سبيس بتوين ديم يبقى فيه small amount of serous fluid to facilitate movement of the abdominal organs inside the abdominal cavity. لا انا ماشي يا شباب؟ تاني قول the bar of the proteinium which lines the abdominal walls. واحنا نقول اللي هو تتبع الابدومينال وول هي ايه؟ فاصل بين الابدومين و الثوركس. فانا عندي انتيو ابدومينال وول وستيريور، ده السوبيريور وول اللي هو الاندر سيرفس دافرام والانتيريور وول هنا. فبنقول ان the parietal proteinium lines the anterior abdominal wall أو the abdominal wall. ماشي abdominal wall كلها. The visceral proteinium covers the visceral. طيب خد بالك معايا، أنا همشي هنا هبتدي من نقطة وانتهي عندها، هبتدي من نقطة وانتهي عندها، يبقى ابتدي من هنا لازم انتهي هنا. خليكم معايا بقى، الرسمة موجودة لكن إيه ركزوا معايا عشان نقدر نفهمه مع بعض. رسمت لك برايتال بروتينيوم باللون الاحمر والفيسر بروتينيوم باللون الازرق. وهتكون في نفس الكلام هعمل الرسمه اللي هعملها عشان تركز معايا. طيب ابتدي من نقطه وانتهي عندها، ابتدي من عند الامبريكس وانتهي عند الامبريكس. ماشي اتفقنا كده؟ طيب بنقول ايه؟ زي برايتال بروتينيوم لاين زي انتيريور ابدومينال وول and the under surface of the diaphragm. وبعدين يلاقي هنا في سكته ايه؟ الليفر. يلاقي في سكته الليفر. ادي الليفر خرسمه لوحده كده. ده الليفر. اللنج خدته اللنج. كان لها هايلان اللي بيخش منه ايه؟ الاستراكشرز وتطلع منه. كل فيسرا وكل اورجان ليه بوابه بتاعته. ايضا في الليفر بنسميها ايه؟ بورتا هيباتس. اسمها بورتا هيباتس. فالبريزونيوم اللي هو كان مرايدا يجد هنا بس الاورجانز باللون الاسود. ادي هنا الليفر ان ذا سيجن سكشن، وادي هنا البورتا هيباتس بدل الليفر. So this بريزونيوم is reflected يعني ينزل from the under surface او الانفيريور سيرفس دافرام. هو كان كده ايه مرايدا بريزونيوم ماشي reflected to cover the upper surface of the liver. So,
and it surrounds the river. Surrounds the river. لغاية البرطة هي بس. تمام كده؟ طبعا ده من ناحية والناحية الثانية أيضا surrounding the river لغاية الإيه؟ البرطة هي بس. خد بالك. وهو وريني لايننج الدافرام كان اسمه إيه؟ قولوا. لما جيت على الليفر هو كان نفس بوتنير. أغير اسمه وسميه بس بوتنير. واضح يا شباب؟ كلنا فاهمين كده؟ طيب. It surrounds the liver. وبعد كده يجي من البورتا هيباتس. من البورتا هيباتس. يجي من البورتا هيباتس. طيب ما اتفقنا هعملها كل حاجة هنا. باللون الأسود عشان إيه ما تتلخبطش. يجي من البورتا هيباتس ينزل. As two layers. Two layers. يلاقي في المنطقة دي هنا في الاستومك. الاستومك. الاستومك لا حاجة اسمها ليزر كيربتشر. بس this is the stomach. ده اسمه ليزر كيربتشر. او ليزر كيرف. وده اسمه ايه؟ ايه بالعاي اسمه ايه بقى؟ جريتر كيربتشر. جريتر كيربتشر. او جريتر كيرف. شو ذا بريتونيه اللي نزل من بورتا هيباتس ديسندس از تو لايرز مع بعضيهم انتين لو سيلير يعني ملاصقين لبعض تيل ذا ليزر كيربتشر اوف ذا ستومك ديسندنج از تو لايرز فاول للليزر كيربتشر اوف ذا ستومك تمام وبعد كده طب انا عايزك سيشن سيكشن حاضر ادي الاستومك اهي ادي الاستومك خليكم معايا واللي يقف في حته هنا وقفني عشان افهمها لك عشان هو انا مرتبط ببعض اتس اراوند ذا ستومك يبقى من هنا لحد الاستومك لحد الليزر كيربتش وبعد كده سراوند ذا ستومك تمام زي ما هنا في سيشن سيكشن سراوند ذا ستومك وينزل تاني از تو لايرز از تو لايرز فاهمين لحد كده كلكم؟ ها اقول ايه؟ الليزر كيربتشر موجود على الرايت سايد اللي هو يعتبر الرايت بوردر اوف ذا ستومك فينزل من بورتا بس على الليزر كيربتشر از تو لايرز هيبقى لي اسم اكلمك عنه بعد كده سراوندنج ذا ستومك هو الفيسر البروتينيه نفسه؟ نعم انا دلوقتي كله بتكلم على فيسر بروتينيه كده دلوقتي كل ده فيسر بروتينيه باللون الازرق معايا يا شباب؟ لا الليزر الليزر نعم الليزر هو نفسه الفيسر ايه؟ الليزر ايه؟ كيربتشر نفس الليزر نازل من الليزر البروتينيه ولا لا؟ لا الليزر كيربتشر نازل الليزر اللي هو الرايت بودر اوف ذا ستومك ماشي؟ انما الليزر البروتينيه ده بروتينيه ايه بيوصله؟ يعني ده ذيس از الليزر كيربتشر اوف ذا ستومك انما ده البروتينيه اللي نازل عليه معايا؟ طيب خليكم معايا بقى ايه معلش اكمل وبعد كده احسن اللي يتوه منه حاجه يقول لي بعدين لان واحد يسالني في حاجه وانا ايه؟ طيب نزل من البورتا هيباتس ذا تو لايرز تيل ذا ليزر كيربتشر اوف ذا ستومك وات ذا ليزر كيربتشر تيل ذا رايت بوردر اوف ذا ستومك وات ذا ليزر كيربتشر تيل ذا ليفت بوردر اوف ذا ستومك والستومك لها انتيريور سيرفيس وبوستيريور سيرفيس انتيريور سيرفيس وبوستيريور سيرفيس ات تيل اتاتش للليزر كيربتشر وبعد كده سيبارين ذا تو لايرز وان لاير ديسند ان فرونت اوف ذا ستومك وان لاير ديسند بيهايند اوف ذا ستومك تيل ات ريتش ذا جريتر كيربتشر اوف ذا ستومك يبقى كده الاستومك بالنسبه لنا ايه كومبليتلي سراوند باي بروتينيا صح كده استومك از كومبليتلي سراوندد باي ذا بروتينيا بروتينيا ده بركه ولا فيسرر ركزوا معايا كلكم طيب نيجي من الاستومك از تو لايرز ديسندنج فور ا فاريبل ديستانس تيل ذا بيلفس وبعد كده كيرف از بوستيريور تو لايرز ده كان انتيريور تو لايرز ودول بوستيريور تو لايرز ماشي هقف هنا واسيب نفس الحاجات عشان اكمل الباقي. طيب البروتونيوم اللي اتاتش للستومك لاورجان تاني اسميه مومنتم. مومنتم. حاضر خليكم معايا. مومنتم. وات از مومنتم؟ ات از ابروتونيال فول. بروتونيال فول. كونكتنج ذا ستومك تو انذر فيسرا. واضح؟ مومنتم. is a proteinial fault حته بروتينيه طبعا بس بروتينيه connecting the stomach
to another a pistra or another star. زي اللي معلقه. نعم. زي اللي معلقه. بتصبر من هولها. So, see, part of the retina بين المورتاي بس أو بين الليفر والليفر كيف بتشر؟ هسميه بقى. قولوا انتوا بقى لسر ومنتف انزبار من الاستومك ورايح هنا ورايح هنا لبات رايح فين وهنا موجود هنا في ترانسفيز كولون ترانسفيز كولون نسميه بقى جريتر ومنتف عشان نفرق اللسر من الجريتر وتلاقي اللسر ومنتف كم لير تو ليرز الجريتر كم لير فور ليرز two anterior layers و two posterior layers فاهمين لحد كده؟ حد تايه؟ تاني يبقى أي بروتينيم connecting the stomach to another viscera is called omentum so we have lesser omentum connecting the stomach to the liver to the portal vessel or to the liver and the greater omentum connecting the stomach to the transverse colon Lesser momentum is two layers. Greater momentum is four layers. ماشي كده؟ نكمل بقى. وصل الى ايه؟ الى الترانسفيرش كولون. يبقى ده لوك رانسرو ايه؟ Greater momentum which is formed of four layers. Two anterior layers and two posterior layers. هما كانوا بيبقوا سيبرس من بعضيهم، لكن طبعا مع في بداية تكوينه في الإمبريولوجي، لكن طبعا مع زيادة انت تكون بريشر يقربوا من بعض ويبقوا فيوز، فانت لما تشوف في العملي اذا لقيته موجود هتلاقيه كده ايه؟ حتى على بعضها كده is called greater momentum على بعض كده greater momentum يعني على بعضه بنسيب ايه greater momentum four layers لازقين في بعض ماشي اوكي يا شباب طيب وصلنا لحد فين بقى transverse colon في نظريتين هقول لك الاسهل وانا جايب رسمه ثانيه في الصوره اللي بعدها بس ركز في دي وخلاص كفايه عرفنا في واحده وراح دماغك it's around the transverse colon زي ما حصل مع الاستومك ماشي ده اللي هم posterior two layers وبعد كده يطلع هنا من الترانسفيرس كولون رايح البوستيريور ابدومينال وول ادي البوستيريور ابدومينال وول موجود كان هنا امسح عشان نبقى احط حاجه انا عايزها هنا كان موجود في هنا بنكرياس وهرسمه لك الاول بنكرياس لا بس اجيب دي شويه كده من اول ما ترسمتي ماشي يا شباب خليكم معايا التو لايرز يوصلوا لغايه الايه البنكرياس وتحديدا المنطقه دي بسميها اللي بيقراها او يعرفها anterior wall of ايه of بنكرياس ماشي يا شباب خد بالك بقى انا سميت البروتينيه اللي كونكتنج الاستومك لاذر بس سميته ايه؟ مومنتم بنفس الصوره بس باسم مختلف هسمي البروتينيه اللي كونكتنج انتستين سواء كانت سمول او لارج من بوستيريور ابدومينال وول ستراكشرز هسميها ايه؟ ميزنتري ميزنتري وات از ميزنتري؟ ات از ايه بروتينيه فولد كونكتنج سي سمول كونكتنج ذا انتستين تو ذا بوستيريور ابدومينال وول مش يعني مش لازم نقول اللي هو المصل اللي هي المصل ده يعني ايه structures او connecting the intestine to the structures of the posterior abdominal wall structures او posterior الاثنين صح لحد كده فاهمين يا شباب يبقى ده هسميه ايه بقى ده اللي كان هنا موجود هنا كان transverse colon كان هنا موجود transverse colon يعني هو كان في الحته دي بالظبط خلينا هنا عم رسمها transverse colon ماشي يبقى ترانسفيرس كولون از كونكتد بالاستومك بالجيتر مومنتم از كونكتد تو ذا بنكرياس بار ترانسفيرس ايه ميزو كولون اللي هو الميزو دي او ذا ترانسفيرس كولون ترانسفيرس ميزو كولون معايا حد كده
ركزوا معايا بقى في الحته اللي جايه. هنا البوستيريور تو لايرز يجوا هنا وينفصلوا عن بعض. ينفصلوا عن بعض. الانتيريور لاير منهم اللي هو الانتيريور لاير اوف ذا بوستيريور تو لايرز. ولا واحد عايز يريح دماغه يقول لك يا عم ايه؟ ادي لاير 1 دي 2 دي 3 4 لنفسك يعني. يبقى لاير 3 اسندنج ان فرونت اوف ذا بانكرياس. اللي الناس كده باللون الاحمر ده صح ولا غلط؟ صح صح ليه؟ هو صح بس ليه؟ لا هو صح بس ليه؟ برايتن خد بالك في الفرسونيوم اللي هو كفرنج 1 سيرفيس اوف فيسرا بيبقى برايتن فرسونيوم. يعني معناها ان ليه؟ ان البنكرياس بسميه ستراكشر قدام الفرسونيوم داخل الفرسونيوم كبسه ولا ورا الفرسونيوم؟ ورا بسميه ريترو فرسونيوم. اسميه ريترو فرسونيوم ريترو فرسونيوم. شو؟ زيد اللي هو ترانسميشن بيكون لير 3 اللي هو الانتيريور لاير اوف ذا بوستيريور او الانتيريور لاير اوف ترانسميشن بيكون انتيريور لاير اوف ترانسميشن بيكون ماشي خليها حتى بقى انتيريور لاير اوف ترانسميشن بيكون اسندنج اوف ذا كلاس. وبعد كده يجي هنا هيلاقي هنا في ايه؟ ده ايه دوت؟ ده ايه؟ ده فرام. يبقى يمشي من هوا كده يوصل لحد هنا وبعد كده ينزل على الليفر ريفلكتنج ويبقى الايه؟ ويبقى فيسرال اومنتا بيبقى فيسرال بروسنيوم. واضح كده يا شباب؟ حد تايه؟ تاني يبقى هنا ايوه يا احمد. علي صوتك بس يا شباب. هاي هي واضح ولا ايش فيها بالظبط؟ فيها ايه؟ المسافه زادت الصوره على ايش هي؟ المسافه دي؟ هتكلم انا حاضر يعني ايه خليك بس ليس ليس في الحاجه اللي انا بتكلم فيها اللي ما اتكلمتش فيه سيبه هقول لك هيجي 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 يتكلم عنه. نعم ريترو بروتينيه مش هو؟ نعم ريترو بروتينيه. شو ايه؟ ريترو بروتينيه. ريترو بروتينيه هقوله حاضر هقوله بعدين هقوله بعدين ركز. طب ايه معلش سيبوني اخلص هتلاقي جاوبت على كل الاسئله وبعد ما اخلص اللي عنده سؤال يسال فيه. طيب خليكم معايا. يبقى انا وصلت هنا للانتيريور بنكرياس الانتيريور لير اوف سيرفيس بيكولون اسندنج ان فرونت اوف بنكرياس از بارايتال بروتونيه از بارايتال بروتونيه. وبعد كده لاينز ذا اندر سيرفيس او الانفيريور سيرفيس اوف ذا فرام لغايه ما يوصل الى الايه؟ اندر سايد. وبعد كده هنا وبعد كده ريفلكت على الليبر يبقى على طول هيتحول من برايتن الى فيسر ايه؟ بروتونيوم. لما يعمل كده يقوم كده قفل لي ساك اهو صح ولا لا؟ ده مقياس مقفول اسمه ليسر ساك. ليسر ساك يبقى ده دايما في ليسر يبقى فيه ايه؟ جريتر بالعقل كده يبقى هنا هيبقى في هنا في جريتر ساك. لكن جريتر مومنتم لكن جريتر مومنتم مالك ما تقولش وهتكلم عنه حاضر بس هكمل بقى ده ما اقفش هنا الاول. ذا بوستيريور لاير اوف ترانسفيرس ميزو كولون ديسندنج من على البنكرياس طبعا عشان وبعد كده يجي هنا يلاقي في هنا في منطقه في سمول انتستن سمول انتستن سمول انتستن. ركزوا معايا ابن السندنج از افيسرا بوتنيم كفرنج سمول انتستن بترجع تاني للبوستيريا ابدومينال وول. فده اسميه ايه؟ زي ما ده سميته ترانسفيرس كولن ده بسميه ميزنتري. هو عموما ايه كلمه ميزو كولن؟ هو ميزنتري عموما. لو قلنا الحاجه كونكتنج سمول انتستن او انتستن عموما سمول او لارج ليه؟ اذر ستراكشر او البوستيريا ابدومينال وول بسميها ايه؟ ميزنتري. فهنا سميته ترانسفيرس ميزو كولن هنا سميته ايه؟ ميزنتري ميزنتري اوف ايه؟ اوف ايه؟ سمول انتستن. اكمل كلامي واخلص وبعد كده اوصل لحد نقطه يقعد كده اللي عنده سؤال يقول لي يعني. في ديودينم قبل بس اسالك نعم في الصوره ديودينم قبل مش كده عليه عليه وعليه برايتن ماشي يا سيدي ما تزعلش ايه ايوه ده بقى حتى في النص دي طيب ماشي بس اقدر شويه ديت ونازل حاضر يا سيدي ما تزعلش دكتور وردي بس ادي ديودينا كان في مركز صغر ادي ديودينا ده الكراية اللي هي يبقى هنا السيرنج هنا تمام خلاص تمام. وبعد كده ينزل سسبند سمول انتستن از ميزنتري سمول انتستن ماشي. وبعد كده السيرنج
على البوستيريور ابدومينال وول از ايه برايتال بوفير لحد ما يجي هنا يوصل الايه الريكتم يوصل الريكتم ات كفرز ذا ريكتم الريكتم بقى طبعا ليه قصه مختلفه هناخدها مع الريكتم يقول لك اللي بنقسمه سي بارت اسمع وانسى الابر بارت كفر بوفير انتيريور اند بوست سايز الميدل بارت انتيريور بس اللور بارت بوستيريور انسى انا قلت حاجه المهم عشان ايه محدش يقول هنا خليت عملتها ازرق ولا احمر فيها قصه دي انا قلت عشان كده واضح طيب وبعد كده يجي هنا من على الريكتم الريفلكت هنا طبعا الميل الفيميل هنا في ايه في اليوترس في اليوترس الفيميل اذا كان فيميل يبقى في اليوترس وبعد كده البرادر اذا كان ميل يبقى في البرادر على طول وبعد كده كفر ابر في البرادر لغايه كده ماشي كده يا جماعه عايز اقفل بقى نعم يبقى هنا نزل من على المسكونة بول از بس بطنية كفرنج ذا ريكتم اند ابر سيرفيس اوف ذا يورينال برادر وبعد كده يجي خلص هنا كده خلاص هنا انتيريور ابدومينال وول ريفلكت من الابر سيرفيس اوف برادر تو لاين ذا انتيريور ابدومينال وول رسمت بالايه؟ بالاحمر اهو لغايه ما وصلت في نقطه البدايه تمام تمام يا جماعه طيب يبقى ده الريفلكشن وانا حبيت ارسم ما اعتمدش على بس عشان نفهم مع بعض لسه في كلام كمان هقوله وبعد كده اقول لك اللي عنده سؤال يبقى كده عند هنا بين الاستومك والليفر في ايه؟ ليزر كومنتس بين الاستومك والترانسيت سكون في ايه؟ ده كام لاير؟ ده كام لاير؟ بعد كده بين الترانسيت سكون والبنكرياس في ايه؟ انفصلوا عند مكاس انتيريو بوردر الانتيريو لير كميه الليسر ساكرو ما بعض لحد الليفر البوستيريو لير غطت الميديم وبعد كده سراد اسمه تيسن باي ميزنتري وبعد كده السنج ميزنتري هنشوف ده الرول ووصل هنا طيب شو ذا كرونيال كافيتي كرونيال كافيتي از دي سبيس بيهايند زي برايتر كرونيال يبقى من هنا لحد هنا ده كله بسميه كرونيال كافيتي This corneal cavity is divided into two sacs, greater sac and lesser sac. Greater sac ده وصله ازاي؟ أول لو أنت مثلا إيه بتعمل عملية العيان فتحت anterior corneal wall وفتحت برات الكورنيا أول ما تفتح برات الكورنيا أنت كده موجود فين؟ في greater sac اللي هو largest division of the corneal cavity عشان احنا نقول إيه؟ دكتور قال لي lesser sac وgreater sac وكده وcorneal cavity إيه الفرق؟ الجريتر ساك is the largest part of greater of the corneal cavity. Lesser sac is the smallest part of corneal cavity. طيب لسه في كلام عنه اقول الجريتر ساك يبقى lesser sac موجود behind the stomach زي ما انت شايف behind the stomach behind the lesser momentum below الايه الليفر يبقى below الليفر behind the lesser momentum behind the stomach within the four layers of the greater momentum and A in front of the transverse molecule and in front of the pancreas. This is the lesser sac. This compitabia, how is lesser sac that? Connected with greater sac or not connected? Connected. في ناس قرأت هي وذاك. عن طريق فتحة موجودة هنا. عند the upper surface of the stomach. بنسميها ايه? Avi Bloic Foramen. Avi Bloic Foramen. اللي هي او opening into لسر ساك بس احفظ دي يبقى ذا لسر ساك which lies behind the stomach is completely separated from the greater sac except through the epiblic foramen which is the opening into lesser sac هقف هنا شويه تاخدوا نفسكم ولا عنده سؤال لحد هنا نعم يعني لا ما كانش على الحمر والازرق هنا انا بتكلم على الجريد موجود جريد الساك اهو موجود جريد الساك مش احمر والازرق موجود جريد الساك بين البلاد الاثنين وده موجود هنا ايوه ماشي انا بتكلم على الجريد الساك واللي لسه ساك دلوقتي انت بقى الاحمر والازرق هنا خلاص يبقى الجريد الساك اللي هو معظم بتاع الكابيتي جريد الساك يعني تقدر بس سؤال لحظه اوه لما بتقول الكابيتي از جريد ساك except the part behind the stomach and within the greater momentum this is the sac both of them are completely separated except through the epiblic foramen اللي هي opening into the sac بس هنتكلم عنها بالتفصيل لا اهميه كريتيكيه نعم نعم
نعم استمك فور لير انا قلت كده لا مش استمك فور لير لا دي اسالني اسالني لوجيك نعم اللي هي ايه الفور لير اللي هو جهاز الكومنتر نعم هل انتيرو تيرس نيكوتين وريكوتين هم ده حد الدكتور ده نعم هي نفس حاجه تحرك هو بس الملف خلاص لا الرسمه عشان تفهم انما لا انا مش عايز كلام سمحت خلاص ما فيش كومنت لحد ما خلص الفور لايرز بقى قلت لك ان هم فيوز ويعملوا ايه ويعملوا حاجه اسمها جيتر ومتم على بعض اما تشوفوا في العملي مش هتقدر تفصلهم من بعض وقلت لك انا لان نتيجه الانكريز انت بتقول بريشر قالت لير فلير في بينهم سبيس البريشر قاعد كده كده لما بقى فيوزوا مع بعض واضح وده بيسميه جيتر ومتم اللي بيسموه ايه بوليس مان اوف ذا ابرمان بيسموه جماعه الجراحين الجراح اللي بتوع اللي هم بتاع القصاب او الجزار بيسميه الايه اللي هو منديل البطن يعني ما اعرفش انا بيسموه ايه بيسموه ايه عندهم هنا اللي هو مومنتم اللي هو بيبقى لازم الاستومك لغايه الملبس كده على بعضيه اس فور لايرز فيوز مع بعضيه اكمل بس لو سمحت سو ذا جريتر ساك از ذا موست اوف ذا لوبيان كافيتي ذس كومبليتلي سيبريتد فروم ذا ليزر ساك ويتش از ذا سمول بار بيهايند ذا استومك اكسبت ثرو ذا ايبيبلويد فورامن ربنا عن ورا الاستومك ليزر ساك وده ليه اسم تاني بيسموه اومنتال بيرسا اومنتال بيرسا فليس الساكل اسم تاني اسمه اومنتال بيرسا وربنا عنه ايه الاستومك ستك عمال بتاكل والاستومك تملى وتفضل فتخيل لو وراها اورجن على طول كده وراها ايه بنكرياس واليورين اورجن كده على طول لما تاكل كده هتحتاج ايه يعني فرع عن بعض ولا ايه فربنا عمل سبيس ورا الاستومك عشان يبقى ايه يحصل لها اكسبانشن في هذا السبيس اللي هو الايه ليس الساكل ماشي يا شباب قبل ما نتاكل حد عنده سؤال في الجزء اللي انا قلته بس ما حدش يسال سؤال في حاجه ما قلتهاش الريترو البريطانية ودكتور كيف كملت المباريات؟ نعم الريترو البريطانية هنا؟ ايه هذه هنا قطعة البنكرياس فكده طلعت على الايه؟ طلعت على الايه على الأندفلاند هي مكملة كده ماشي؟ مكملة هنا تمام؟ أي آخر سؤال آخر سؤال الاسم الثاني اللي ليسر ساب؟ نعم الاسم الثاني اللي ليسر ساب؟ اسمه أومنتال بيرسا أومنتال بيرسا أكتبها لك هنا أومنتال بيرسا U-R-S أكمل يا شباب؟ طيب كلامنا إيه؟ طيب قلنا كانوا قول بقى الشرطين ده اللي جاي ده من تنزل بيس الناتين المصر كان عارفة عشان إيه تهميل كلمة الكرة بص معانا لو أنت في العملية وعايز تحط ايدك او تعرف مكان الاوبليك فورامن بس ده ما ينفعش لما يكون الايه الليفر في مكان والاستومك في مكانها مش طالعه لوحدها كده في الشارع ماشي وبعد كده لسه الرومنتم موجود يبقى سو باي يور ليفت هاند واحنا مش معنى ليفت هاند لان المباراه انا ما اقدرش اجيبها يو بوت يور اندكس فينجر اوف يور ليفت هاند بيهايند ذا لسه الرومنتم وبعد كده يبقى كده يور اندكس فينجر از ان ذا فين ايوه بس لا صباحك فين بالظبط ان ذا ايبي بليك فورامن تمام يا شباب يبقى انت لما تعمل الحركه دي كده يبقى تيجي هنا تحط ايدك ورا الليسر اومنتم طيب انت عايز واحد يقول لي بقى كده فهمني شويه حاضر افهمك شويه بص هنا الليسر اومنتم ما هو ايه هينفع اجي كده الناحيه دي بس صعب تيجي من الناحيه دي انت بتيجي من الناحيه دي فدي بنسميها الرايت بوردر اوف ليسر اومنتم ودي الليفت بوردر ودي الابر بوردر ودي الور بوردر بلاش اقعد بقى اكتب حاضر حط لك هنا بيهايند ذا رايت فري بوردر وبلس المومنتم لما تحط صباعك كده اليور ليفت اندكس فينجر يبقى انت دخلت في الايبي بلوك فورامنت معايا لحد كده يبقى انت عرفت مكانه بس مش عارف ان يكون ايه الحاجات دي موجوده تروح بقى تمسك الاستومك لوحدها كده في المعمل كده وبعد كده اقول لك ايه هو فين ليسر المومنتم لا هو لازم يكون في ايه او فين الايبي بلوك فورامنت طيب الايبي بلوك فورامنت دوت ده فورامنت بين الاثنين بين الاثنين كونكت الاثنين احنا لسه واخدين الاسبوع اللي فات الهرنيا الهرنيا اللي اتكلمنا عليها اسمها ايه اكسترنال هرنيا يعني بنشوفها بعينينا في هرنيا داخل الابدومن الابدومن اسمها انترنال هرنيا مش شايفها لكن ايه هتقدر تشخصها بالايه بانك الاول تفحصها في ذهنك وبالكوميونيكيشنز او المانيفيستيشن او كلينيكال بيكتشر اوف ذا بيشنت فاحيانا سام بارتس اوف ذا انتستين يجي لهم الانتستين كده ايه
هو في كل ما البريشر يزيد بيدوروا على مكان يمشي فيه. لقى الايبوبليك فورم مفتوحه وهي مفتوحه طبعا، دخل فيها لومن انتستين ودخل ايه على ديسر ساك. الله ده كده مشكله كبيره، فاهمين لحد كده؟ ذيس از كول انترنال هيرن ايه، هتخش من الايبوبليك فورم على الليسر ساك، هتيجي من الرايت سايد من الايبوبليك فورم، ماشي، هتيجي من الرايت سايد وتخش على ايه على الليسر ساك عن طريق الايبوبليك فورم. خد بالك بقى اكمل بس. هي ليفت بوستيريور صح؟ ايه ليفت بوستيريور، هو بيخش من الرايت على الورا، هيخش من الرايت سايد على ليفت سايد، ماشي، وبعدين ايه هيخش ايه على الرايت سايد ويمشي ايه ورا للسمك بقى في الايه في الليسر ساك. طيب انت بقى عندك هنا جزء من هنا، يبقى كانك انت هنا في جزء، بس ما جبتش الصوره دي دلوقتي هقولها لكم يمكن بعدين، جزء من الانتستين دوكن اول جه هنا ورا وبقى موجود ورا للسمك كده، مش كده ولا ايه؟ وممكن معرض المكان ضيق ممكن يحصل له انسداد مستركشر. خلينا نكمل بس يا جماعه، كنت الاسئله هيضيع مننا الوقت، كنت محاضره صغيره جدا، خليكم معايا لو سمحتوا. فهنا الجزء من الانتستين دوت ممكن في مكان ضيق ممكن يحصل له انسداد مستركشر، فانت لازم ايه عايز تسلكه، فتعمل ايه؟ الجراح يفتح ويجي هنا عايز يوسع الايه الفتحه دي، عايز يوسع الفتحه دي، عايز يوسع الفتحه دي. طبعا لو الوضع طبيعي ممكن يقول لك دي ورم قطع ممكن ده وجود نير مفيش مشكله، لكن هنا ما ينفعش هنا ليه؟ because the equilibrium has very important structures حواليه. الايبوبليك فورامن ليه انتيريور باوندر، يعني هنا لو جيت عملها هنا this is the equilibrium فورامن، وادي هنا السهم ماشي ورا السهم، تمام يا شباب؟ طيب الايبوبليك فورامن لها باوندرز مهمه جدا، انتيريور باوندر وبوستيريور وسوبيريور وانفيريور. الانفيريور هنا فيه الديودينم، السوبيريور كان فيه الليبر، مش مهم دلوقتي، انما يهمنا انتيريور وبوستيريور. الرسمه اللي جايه خد بالك، وانا جبت لك كام رسمه عشان ايه نتخيلهم مع بعض، بص معايا. طيب انت لما ايه من صباعينك كده، من صباعينك كده انت ماسك الليزر اومنتم، ماسك الرايت في بوردر وماسك فيها ستراكشرز موجوده في الانتيريور باوندري اوف ذا ايبوبليك فورامن. ثلاثه ستراكشرز مهمين جدا، وان ارتري وان فين وكومن باير داكت. هات الرسمه اللي جايه عشان تفهمنا الدكتور. سيب دي دلوقتي اهي، ادي الحاجات اللي موجوده هنا، ده هيباتيك ارتري، دي زي هيباتيك ارتري، ماشي، هيباتيك ارتري، وده ايه بورتال فين، وده ايه باير داكت. ذيس ثري ستراكشرز فورم ذا انتيريور باوندري اوف ذا ايبوبليك فورامن، وترتيبهم اثنين انتيريور باير داكت وهيباتيك ارتري، وورا منهم في ايه بورتال فين. تقول كده ان البايل داكت انتيريور اند تو ذا رايت ولا ليفت؟ تو ذا رايت. اند هيباتيك ارتري انتيريور اند تو ذا ليفت بيهايند ذيم از ذا بورتال فين. كل الثلاثه الطريقات ده ذيس فورم از ذا انتيريور باوندري اوف ذا ايبوبليك فورامن. فلو جراح جه يقطع هنا عشان يسلك الانتستين، ده بوظ، ده جاب العيان جوندس، قطع البايل داكت، قطع الهيباتيك ارتري، موت الليفر، قطع البورتال فين، جاب العيان مصاحب هايبرتنشن، بوظ الدنيا. مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى اكمل بس هنا، اكمل. طيب واتس ذا بوستيريور باوندري؟ لما تحط صباعك هنا كده اقول لك ايه ورا صباعك في ايه؟ حاجه مهمه جدا، انفيريو فينا كافا، ورا منه انفيريو فينا كافا. ادي هنا في الرسمه دي هنا، ادي ورا هنا، موجود هنا، ادي انفيريو فينا كافا، لا ده مش في الرسمه دي، موجود هنا، انفيريو فينا كافا موجود هنا. والرسمه اللي جايه اللي هي كروس سكشن ديت موضحه لك قوي، بس انا ايه اجدها لما تفهم. بص هنا ادي ترانسفيرس سكشن فينا كافا، ادي الانتيريور وادي البوستيريور وادي الرايت وادي الليفت، ماشي، ادي الفري بوردر اوف ذا ادي الليسر اومنتم، ادي الفري بوردر فيها ايه؟ ادي هيباتيك ارتري انتيريور اند ليفت بايل داكت بورتال في، تمام يا جماعه؟ نفس الثلاثه ستراكشرز، وادي الايه؟ اومنتال فورامن اللي هو الايلو بليك فورامن، ورا منه ادي هنا الانتيريور بنكابا، ها ليس الانتيريور بنكابا ورا البرفيما. يبقى انت كده اصبعك كده موجود هنا في السهم الاول، يبقى this is the anterior boundary of the ايبوبليك فورامن and this is the posterior boundary. anterior boundary تريات اللي هو هيباتيك ارتري وبايل داكت وانفيريو فينا كافا. حد مش فاهم الجزء ده؟ ورا منه في ايه؟ اللي هو بورت الانفيريو فينا كافا متغطي بالايه؟ بروتينيا.
يبقى الابيو كفورا ابيو كفورامن لها انتيريور باوندري وبوستيريور باوندري. انتيريور باوندري ترياد موجود في الفريم مارجن في السرومنتم اللي هم بايل داكت انتيريور انتو ذا رايت هيباتيك ارتري انتيريور انتو ذا ليفت بورتال فين بيهايند ذم والثلاثه كلهم موجودين فورمينج ذا انتيريور باوندري اوف ذا ابيو كفورامن. بوستيريور باوندري از ذا انفيريور فينا كافا كفرد باي ذا بارايت البروسنيوم اوف بوستيريور ابدومينال وول او انفيريور فينا كافا وتريح دماغك. مفهوم كده يا جماعه؟ يبقى دي سؤال. طيب هنا لو في جزء من الانتستين دخل زي السهم كده دخل جوه اخرجه ازاي بقى؟ يبقى الجراح يفتح وما ينفعش يقطع دي عشان يوسع. لا ده هنا ايه؟ يقوم يعمل ايه؟ بيدخل سرنجه في الانتستين واسبيريت الجاس الايه كونتنس اللي موجوده في الانتستين. لما هي مثلا منفوخه كده لما سحبت محتويتها اللي هو الكلو بتاعها في عرفت وتشدها بيدك كده وتخرجها. واضح؟ ده اللي يحصل. وتسيب الدنيا زي ما هي. واحد يقول لي ايه؟ طب ما انت ممكن ترجع تاني بس انت ما عندكش حل. هتقطع البورتال فين ولا هيبتك ارتر ولا بيل داك؟ ما عندكش حل تاني. نعم يا احمد. طيب الهادي هاي بتخرج على الضهر وممكن هتضغط على الاستريكشن ده لما تخرج؟ لا البورتال كافيتي واسع انما هي دايما الحاجه تضغط او تنضغط في مكان ضيق. ايوه ما هي في الفورمن هي داخله ممكن تبقى ضغطه كمان قصدك فاهم ضغط على هيباتيك ارتري وبايل داك لكن هي نفسها لا هي لما مش هي اللي ضغط هم اللي ضغطوا عليها فعملوها ايه اللي هو اوبستراكشن هم اللي ضغطوا عليها ماشي الفيسلز والبايل داك ضغطوا عليها هيباتيك ارتري ليسي فول فضغطوا عليها ماشي يا شباب واضح لحد كده اي سؤال هنا عشان ننتقل بعدين العمليه ان هو الجراح بعد ما بيفتح بيدخل سرنجه من الابليوك فورامن في الانتستين او يخش من قبلها انت دخلت في الايه الانتستين قدامك كده دخلت بسرنجه فيها ها سرنج ويو اسبيريت بس يكون لها بور واسع يو اسبيريت الايه انتستينال كونتنتس عشان ايه الانتستين كده بدل ما هي منفوخه كده بالكونتنتس اللي فيها تقوم يحصل لها انكماش والكلب بتاعها يصغر تقدر ايه يقدر يسحبها الجراح ويخرجها من كده. نعم ايوه هتشدها انت اول ما سحبت الكونتنس بتاعتها هي هتطلع على طول تطلع لانها كانت محشوره في هذا المكان ماشي كانت محشوره في هذا المكان يعني انت عندك ايه في حاجه هنا ادي الانتستين هي وماشيه هنا كده اهوت في المكان ده وداخله جوه بس هنا كده انت لما تسحب الكونتنس بتاعتها هي بقى حجمها صغير ترجع على طول ماشي يا شباب واضح نكمل بقى يبقى لسه ساكت احنا اتكلمنا عنه حد مش فاهم لسه ساكت واضح طيب بس نعيش الكلام ده رايت مارجن بتاعت لسه ساكت موجوده هي في الفورم ولا كان في ليفت مارجن عندك شلتها لك عشان ايه اريح دماغك من الكلام اللي ملوش لازمه. طيب what is the difference between intraperitoneal structure and retroperitoneal structure؟ الريتروبروتونيوم اللي هو بيهايند زي برايه البروتونيوم خد بالك اوف ذا بوستيريور ادومينال وول دي في الجمله دي يبقى الريتروبروتونيوم ستراكشر ار ذا ستراكشر بيهايند زي برايه البروتونيوم اوف ذا بوستيريور ادومينال وول يعني ما فيش حاجه في الامام اقول لك عليها ريتروبروتونيوم لا ريتني يعني خارج البروتونيوم خالص يعني على البوستيريور ادومينال وول اكزامبل ده مثلا ده كروس سكشن يعني مثلا اسمه انتستين دي كلها انتروبروتونيوم طبعا ده كله باللون الاحمر ده بس عايز انك فهمت بقى في اللي فات بقى انا هنا كنت كل شويه اعمل القلم وامسح كده تبقى خلاص انا فهمت بقى مش عارف كل شويه ايه فهنا قال هنا في السن وكل السن واحد يقول لي ده سن ناحيه يمين هو عمل الكروس سكشن كده قطع كده وحطه زي ما يحطه راح مفيش مشكله يعني فهنا خليك معايا السمول انتست اقول عليها ايه انترا بروتينيال ستراكشر كلها داخل الايه بروتينيال الاسندنج كولون والديسندنج كولون ار ريترو بروتونيال ستراكشرز يعني ايه لاي بيهايند ذا بارايتال بروتونيوم اوف ذا بوستيريور ابدومينال وول فهمنا يعني ايه ريترو بروتونيال وايه انت بروتونيال واضح يا شباب وكان فينا كده واحد فوق كده عمل ايه عمل كده تاليفه كده كان يقول لك كده اللي احب يقراها ترانسفيتش كولون ايوه انتروتينيال سمول انتستين انتروتينيال استومك انتروتينيال ليفر انتروتينيال ليفر دي قصه اخرى معظمه انتروتينيال وفي جزء من ما اعرفش ايه قصه كده البنكرياس البنكرياس ريتروبوتينيال ما عدا التيل
التيل اللي جالكم في الامتحان التيل ماشي في الايه اللي هو لاين رينا ليجمنت ورايح على الايه عند السبنين ماشي ده في الليجمنت والليجمنت بروتنيا. اكمل كلامي يا جماعه؟ نعم. البنكرياس التيل هو بروتنيا وده الباقي يعني الهيل والليكوود والفاضل اربع بنكرياس. يا جماعة فاهمين لحد كده؟ واضح يا شباب؟ الدنيا بقت واضحة في ذهنكم؟ طيب نكمل يا جماعة. كلينيكال نوتس اللي بيجي في الامتحان اللي فات بيجي في الامتحان ايوه يجي سي 2 شوية خلاص هاي مرض وانت لما تمشي بسرعة تيجي منها. عن طريق بلط تيجي عن طريق كل برادر تيجي عن طريق من الجي اي تي اي فتحة اي مكروب خرج تيجي عن طريق حاجة اسمها ادرينا جلاند قصدي فالوبيان توب انفيميل. واحد يقول لي هقول لك جملة كده هتخضوا كده بقى كده مش محتاجين بس محتاجين نقول بروتينيال كافيتي ان ميل is a completely closed sac. الرجالة زي حياتنا واحد قال لي بروتينيال كافيتي in male is a completely closed sac. يعني الرسم دوت بتاع ايه ميل لكن شلت هنا الايه اليوترس من النص. in female it is open فاتح على الايه على الاكستيريور وبالتالي بروتينيال انفكشن is more common in female عن الميل. ليه بقى يا دكتور؟ حاضر مش عايز اخش في التفاصيل بس هقولها لك بسرعه كده حاجه سريعه. الجزء ده انفيميل موجود فيه اليوترس خليكم معايا اليوترس والفاجينا والفاجينا الاورف خليك معايا وادي هنا قد يعرف ايه الراين تيوب او فالوبيان تيوب نهايتها مفتوحه على البروتينيال كافيتي فممكن انفكشن ان فيميل تيجي من ايه فروم اكسترنال عن طريق فاجينا الاوريفس فاجينا يدرس فالوبيان تيوب بروتينيال كافيتي. سو البروتينيال كافيتي ان فيميل تز ان اوبن اوبن مع السلوزا فاجينا اوريفس مع الاكستيريور. سو البروتينيال انفكشنز از مور كومن ان فيميل عن الميل لهذا السبب ماشي. لا خليك واحد مش فاضي كده. طيب تعالى يا شباب. طيب البروتينيال كافيتي ان ميل از كومبليتلي كلوزد سيرا سات ان فيميل تيز اوبن ثرو ذا لاترال اند اوف يوتراين تيوب ويتش كونكتس ات وذ ذا فاجينال اورفيس او وذ ذا اكستيريور. واضح كده؟ طيب يبقى كده عرفت ايه الانفكشن بتحصل منين. طيب هنا جبت لك هنا في ليبر هنا وادي الدايفرام في هنا في كولكشن of infected peritoneal fluid فلوزة ديافرام بنسميه ايه بقى؟ sub phrenic sub phrenic ايه؟ collection او infection او abscess. يا عم بيسكت بقى. نعم بص هنا كده انا هعمل لك رسمه عشان ايه؟ الجزء اللي بقى نشيله الجزء اللي جاي مهم قوي يا جماعه قوموا معايا. خليكم معايا يا جماعة رسول الله. هل الدافرام ماشي يا شباب؟ وادي كان هنا في ايه؟ هل الظهر وادي الرايت لان داخل الرايت الجورة وادي الليفت لان داخل الليفت الجورة هذه اللي بتروح هي وداخلها الايه؟ اللي بتطلع وادي هنا نهز من هنا بقى بس من هنا ليبر ليبر هذه الليبر وادي هنا الاستومك وعشان ما حدش يقول يزعل هنا ايه؟ السبين هنا السبين اللي حاشر نفسه هنا هو مش جزء من الجاي لكن هو مكانه ماشي؟ خد بالك بقى لما
المنطقه اللي بين الليفر، المنطقه اللي بين الليفر بين الليفر والهاسم الدفرام، معلش الدور الاحمر اللي بين الليفر والدفرام دي بنسميها صب ترينيك، صب ترينيك سبيس. احنا هنرجعوا يمكن في المحاضره الاسبوع الخامس تقريبا بعد الاجازه والاسبوع الرابع هنرجع فيه، لان هنا حاجات مهمه نقولها بعدين، بس فور ذا تايم بي دلوقتي عايز اقول لك حاجه. المنطقه دي اللي بين الليفر والدافرام وجدوا فيها ان الابسوربشن اوف بروتينيال فلويد از هاي از ماكسيمم. ماشي؟ يعني ايه؟ لو في ابسوربشن بروتينيال، البروتينيال كامل بيطلع بروتينيال فلويد، الفلويد ده يبقى ابسورب وبيتجدد باستمرار. فالابسوربشن از ماكسيمم في هذه المنطقه. طب ده هيفيدني في ايه؟ لو في انفكشن هتيجي تتجمع في هذا المكان او تبقى ابسورب بتاعها هاي في هذا المكان. بمعنى يعني ايه؟ انتظر ما اقول اللي انا عايز اقوله بعد كده اللي عنده سؤال. بمعنى لو في هنا كوليكشن اوف باس او ابس او فلويد هنا انفكتد، يبقى انفكتد فلويد اللي هنسميه على طول هيبقى ايه؟ مثلا صب كرينيك ابسس، صب كرينيك ابسس. طيب دي معرضه انها تخش هنا في البرو كافيتي. حد يقول لي ازاي؟ تاني انفكتد سفرينك ابسس، ما نقولش انفكتد ما هي سفرينك ابسس، ما هي انفكشن سفرينك ابسس كان باس تو دي ايه. طبعا لو في الرايت سايد تيجي في الرايت ايه بلورا، لو في الليفت سايد تبقى في الليفت بلورا، موست تبقى في الرايت سايد لان هنا ايه ابسوربشن از ماكسيمم هنا في المنطقه دي. تروح الايه؟ البلورا كافيتي. رايت بلورا كافيتي عن طريق ايه؟ الليمفيسلز. عن طريق ليه؟ ها؟ ليه؟ عن طريق ايه؟ تحت الاوبريك؟ لا مش الاوبريك. الديفراماتيك ليفيسلز. لا لا عشان عن طريق الديفراماتيك يعني. عن طريق الديفراماتيك ليفيسلز. في ديفراماتيك خد بالك ليفيسلز معديه في الديفرام كونكتنج الليفر مع البرويك كافيتي. ودي لها خطوره انها تنقل الانفكشن من هنا لهنا وتنقل كانسر اللي هو الاهم كانسر من الليفر يروح البرور كافيتي. يبقى هنا في موجوده هنا باللون خلاها باللون الازرق، يبقى هنا في الدايفرام هنا في ايه؟ في ليمفاتيك بيسلز، ليمفاتيك بيسلز كونكتنج الليفر، كونكتنج الليفر بالايه؟ في البرور كافيتي الرايت والليفت ومور في الرايت اكثر. يبقى عندنا البيسل ده، ده البيسل ده معدي هنا وفي ايه باست ها دخل الباص فيه وراح جاي يتجمع لي هنا، وراح جاي يتجمع لي هنا في الرايت بلورال كابت هنا بيسميه لوكالايزد. حد يقول لي بقى لوكالايزد امبايما. ايوه برافو عليكم. امبايما، امبايما بايما مينز ايه؟ اكيوميليشن اوف باص، باص كامل يعني اكيوميليشن اوف باص ان ذا بلورال كابت سواء كان رايت او ليفت. يبقى اذا infected او suffering access can spread to the right side, spread to the right pleural cavity forming a localized embayema. It spread through the diaphragmatic lymph vessels which extend from the liver through the diaphragm to the right pleural cavity. فهمنا؟ واضح؟ كلام مهم جدا. طيب لو واحد عنده الكلام ده، مريض شخصه عنده الكلام ده بسنار وكذا وكذا وكذا، تعمل له nursing في انهي position؟ تنيمه بسير كده ولا بايه؟ 45 ده بنسميه فاولرز بوزيشن. تحفظ ايه؟ البوزيشن ده مهم جدا في الصوره اللي جايه دي. ايوه انا كان في طبعا الاول كانت موجوده الصوره دي موجوده في السنيف بس لما نقلتها لقيتها وحشه وشكلها مش واضحه قوي فلقيت صوره جديده نزلها ازاي؟ هي نفسها بس ايه واحد ايه خدها ظبطها كده وعملها. خد بالك بقى معايا، ركز معايا، ركز معايا. العيان وهو نايم في بيض ده البلبك بريم اللي هو قاعد حته في البلبس. لو انت كان الرسمه دي كان فيها ازازه بس موجود هنا مش موجود هنا؟ لا موجود هنا، لا في الرسمه دي. طيب خليك معاك. لو انت هنا وجبت ازازه من هنا وعملت سكبت منها فلويد هيتجمع فين؟ هيتجمع في المنطقه اللي تحت الليفر في الهيباتو رينا ريسيس وفي البلبك كابيتي يعني صب هيباتيك. اذا كانت هيباتيك رينا ما عكسك دلوقتي هنقولها بعدين. المهم تحت الليفر. يبقى لو انت في العيان نايم صبايل وانت جيت وبطنه مفتوحه كده ومعاك في ازازه وعملت منها سكبت فلويد منها هيتجمع في ايه؟ اسفل نقطتين موجودين، اسفل نقطتين اللي هم ايه؟ صب هيباتيك سبيس اند بلبك كافيتي. طيب يبقى معناها لو العيان عنده
انفكشن هنا بقولها هنا بقولها هنا وبعدين تجمع من هنا تروح هنا تعمل لي ايه لوكالايز امبايما في الايه في في الايه في البنك في الرايت بلورا. واضح ليه بقى كان ده بيحصل ايه؟ لان نورمال ده نورمال اللي بيحصل. انا قلت لك ان ايه ان هو طبعا بره كل الكلام هقول لك في كورك هقول لك ده بعدين مش هقول دلوقتي لكن بس امشي مع الاسهم ان هو الفليول وهو في الابسوربشن يمشي من هنا في الفرايت بره كل الكفر بعد كده في الرايت سفرينك سبيس والناحيه اللي انت كورك وهنا عشان يخش فين على الدفرام على الايه على الفاس الكافيتي ويحصل له ايه رينيوال. ده في النورمال. فلو في انفكشن هتبقى في نفس المسار يعني معناه انا خايف على ايه؟ خايف على البلورة او خايف على اللنج مش كده ولا ايه؟ طيب فانا بنيم العيان في بوزيشن ان انا اقلل الابسوربشن اوف توكسينز وانفكتد ماتيريال واقلل ان ايه سبريد بتاعها. البوزيشن المناسب في هذا اللي هو كولد فاولرز بوزيشن. فاولرز بوزيشن اللي هو العيان يبقى ترفع له السرير ويبقى السرير عامل 45 درجه مع السرير بتاع هو بتاع العيان وانا معقوفه كده في الزاويه دي بتبقى 45 درجه بنسميه فاولر. فاولر احفظ الاسم ده فاولرز بوزيشن. يبقى انت بتحلم this is nursing of the patient. انت بتعدي كده معدي في الاستقبال او في قسم الجراحه و او في النساء كنت شفتك سامع في قسم النساء وفي الجراحه لقيت عيان او عيانه بتشخص اللي هو عنده في سب فرينك سبيس والنرس مش فاهمه منيمها صبايه والله يخليك تفضيه في داهيه تقوم تقول لها ارفعي له السرير 45 درجه كده put him in the fowler's position اللي هو يبقى الباك اوف ذا اللي هو فيه او البيد عامل 45 انجل مع الهوريزونتال ماشي. ليه في هذه الحاله ايه الفلويد في هذه الحاله هياخد هذا المسار خد بالك معايا هيجي هنا ينزل من الاماكن دي بدل ما كان طالع كده هينزل ويتجمع من كله ينزل فين في البلفيك كافيتي ينزل في البلفيك كافيتي. يبقى انت الاول بعت الليفر والسفرينيك سبيس والبلورا واللنج بعتهم من الانفكشن ماشي فوق الابسوربشن اوف توكسينز والفلويد ماكسيمم هنا الابسوربشن اوف فلويد مينيمم. يبقى انت قللت حاجه الابسوربشن انها تخص السكريشن بتاعته. واضح كده. في حاجه ثالثه تعرفوها بعدين ان هو الفليفر كابيتي اقدر اعمل له اسبيريشن. تعمل له اسبيريشن ازاي؟ انا من ورا قلتها لك هقولها لك معلش. هنا لو هنا فيه ادي هنا ده ليجنس شايفين هنا كده كلكم؟ ايوه ايوه ادي هنا فيه الفاجينه ادي الفاجينه وادي ليجنس البروفنيم هنا البروفنيم هنا دوت بيبقى عامل كده يجي هنا يتهرس ويطلع كده على ده. الجزء ده هقوله دلوقتي ونشوف بس عشان ايه تعرف المنطقه. المنطقه دي انت بيت بنسميها دوغلاس باوتش. ما حدش يسال عليها تاني. دوغلاس اللي عايز يسال الجاي يسال الجاي في المكتب لوحده. هنا هذه المنطقه يعني الفلور بتاعها الفلويد ممكن يتجمع في المنطقه دي. الفلور بتاعها من الفاجينا الاورفيس فاجينا الاورفيس 5 سم ونص 5.5 سنتيمتر عايز تقول ايه يا دكتور؟ يعني قول ايه اما نايم العيانه في هذا البوزيشن وبعد كده ادخل سرنجه من الفاجينا من الفاجينا اورفيس بتاعنا واعمل بيرسنج للفاجينا واخش هنا اقدر ايه اسبيريت الانفكتد ماتيريال اقدر اسبيريت الانفكتد ماتيريال واريح البيشنت من هذا. واضح؟ طبعا ده ان في ميل ان ميل مش هتعمل كده لكن ايه عموما بسيبها انه اللي بتخش من البريكتم هتدخله الفيش التاني يبقى هو في الحالتين انت تحط العيان فين في البوزيشن يبقى انت قللت الابسوربشن بتكسس تو ذا مينيمم ومع التريتمنت والانتيبيوتيك ممكن يحصل ريزوليوشن. انما اذا اتجمع قفش في هذا المكان ان في ميل يبقى انت محتاج تعمل اسبيريشن بتدخل سرنجه من الفاجينا وتعمل بيرسنج للسوبر وول طبعا سرنجه البور بتاعها واسع وتعمل اسبيريشن في الود ده بيتجمع فيها ممكن يتجمع فيها البطن كمان او انفكشن تقدر تعمل اسبيريشن. ده يوريك اهميه الفاولرز بوزيشن وان في هذا البوزيشن اللي هو كل الايه الفلويدز الموجوده بتتجمع كلها في الايه في البلد الكابيتال. واضح يا جماعه؟ انا شرحتها بالتفصيل عشان تكونوا فاهمينها. واضح يا شباب؟ طيب في سؤال هنا؟ ننتقل للي بعده. فرصه ان النهارده ما حدش هيعرف احنا نعم. طيب خلاص العيان اللي عنده سفرينك سفرينك أبسس سفرينك أبسس
خليك معايا. انت خدت من قبل كده ان الدايفرام خليك معايا. الدايفرام هنا مبطن بالايه؟ برايه البروتينيه زي ما اتفقنا. اها مش كده ولا ايه؟ ذا سنتر اربعه اوف برايه البروتينيه لايننج دايفرام از انربيتد بايه؟ حد يقول لي بالظبط ايه؟ خليني كنير. خليني كنير اللي هو السبايكر كام؟ ثلاثة أربعة خمسة. هو ده احنا خدناه قبل كده وشرحته تاني. الامتحان ده فيه خلاص ما ينفعش الكلام ده. يبقى إذا اللي هو نفس الإيه؟ ديز نفس الإيه؟ اللي هو ثلاثة أربعة وخمسة ده سبلاينج الإيه؟ سكين أوف ذا شولدر. سكين أوف شولدر سواء كان الرايت أو الليفت. يعني لو عيان عنده الانتصاف في ريليك ابسس يبقى لو في رايت سايد يبقى يجي له ريفيرد بين في الرايت شولدر. لو في الليفت سايد يجي له ريفيرد بين في الليفت شولدر. ودي بنسميها كير سايد او كير سايد اللي هو ريفيرد بين تو ذا تيب اوف ذا شولدر ان كيس اوف سب في ريليك ابسس. اليمين يمين والشمال شمال. واضح؟ مفهوم؟ طيب اخر حاجه اقولها عشان العبد رول اوف جريتر مومنتم. لازم شويه جريتر مومنتم از كولد باي ذا سيرجري بيرسونز از ذا بوليس مان اوف ذا ابدومن. بوليس مان اوف ذا ابدومن تمام. وبعد كده هو متحرك مش ثابت بيتحرك ان ريسبونس تو ذا نير باي انتستينال موفمنت. الانتستين عماله شغاله بتتحرك طول الوقت مش نايمه مش ساكته فهي بتحركه. ربنا اداله خاصيه ان هو سموه ليه الجراحين بوليس مان وليس مان بتاع الابدومن. يبقى معناها ان ليه دور. ايه الدور بتاعه؟ نجيب الرسمه بتاعه عشان نخلص. ليس ده هو ده بقى شكله. لو انت فتحت بروتينيوم وهو مومنتم جيت مومنتم موجود في مكانه او تشوفه في الموجود في البلاستيك لو ما لقيتوش في الكاليبر تشوفه على عينات البلاستيك تلاقيه موجود بهذه الصوره زي حاجه صفرة كده نازله ان فرانت اوف ذا ايه سمول انتستين. ليس ذا جيت مومنتم ده النورمال بوزيشن بتاعه. ربنا مديله خاصيه انه بيتحرك عشان كده سموه بريس مان اوف ذا ابدومن. بيتحرك الناحيه هنا في الابندكس. الابندكس اهي ماشي. لو فيها انفلاميشن يوم هو على طول يتحرك ناحيتها سراوندنج ات. لما يعمل سراوندنج دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ يعمل ايه لوكالايز انفكشن. يبقى يخليها ايه تبقى ايه يبقى لوكالايز بروتونايتس. انما لو ما اشتغلش دوت يبقى البروتينال كافيتي كله يحصل له انفكشن يبقى جنرال بروتونايتس والعيان ممكن يروح فيها. فده دور مهم جدا جدا رومنتا. نفس الكلام لو عيان عنده في الاسمك عنده ايه بيبتيك ارسر جاس الكسر يقوم يروح ناحيتها ويقفل الارسر يقوم يخلي الكيميكال زي موجوده في الاسمك ما تنتشرش في البروتينيوم وتعملش ايه جنرايز بروتينايتس. ماشي. يبقى ده ايه. كمان حاجه ثالثه احنا خدنا هيرنيا مره فاتت وقلنا ممكن يكون فيها ايه سمول انتستين فيها حته من الكدني فيها جريتر رومنتم. العيان اللي عنده في اللي هو الهيرنيا دخل فجاه رومنتم ده محظوظ لان هي ما تخش هنا هتقفل مكان الايه الهيرنيا وما تدخلش انتستين. يبقى العيان مش هيجي له سنه اوبستراكشن كده ولا ايه. انما لو هو مش موجود وحته انتستين دخلت يبقى العيان ممكن يحصل له ايه انتستينال اوبستراكشن. انتوا معايا؟ يبقى رول جريتر رومنتم ان هو لما يقفل الهيرنيا يعني هو اللي عامل الهيرنيا خلاص ما فيش مشكله. فداك واحد عيان يقول لك ايه انا جالي هيرنيا وبلع مثلا واحد جاته بقى 10 سنين واحد عنده سنه قاعدين بيتكلموا مع بعض. فاللي عنده سنه يقول لك ايه ده المكان بتاع ده تعبني قوي وقريبني قوي. تاني عم بيقول لك سيبك من الكلام ده انا بقى 10 سنين عندي مشكله. ايوه انت ما عندكش مشكله. انت ربنا رضاك ان انت ايه عندك جريتر مومنتم. الثاني عنده سمول انتستين موجوده هي اللي عامله الهرنيا. فطبعا فرق كبير بين هذا وذاك. واضح يا شباب؟ فاهمين يا جماعه؟ ايوه. الكلينيكال نوت ديت يعني هنا انا حطيتها بس ايه هنرجع لها بعدين عشان ايه يعني هي بيوريك ان هو الانفكتيف فلويد ممكن يروح من الجريتر ساك عن طريق البلوك فورامن على الليسر ساك. واضح؟ ويتجمع ورا الاسترومك يبقى يعمل ايه؟ انفكشن ورا الاسترومك. لو سمحتوا اشرحها لي انتوا مش شايفينها لو سمحتوا ارجو انكم كنتوا رايحين من المحاضره فاهمين كام في المية لو سمحتوا؟ 40% 40 30 لو سمحتوا روحوا اليوم اقروا المحاضره ديت لانها مهمه جدا وبتترتب عليها حاجات كتيره واللي مش فاهم حاجه يجي المكتب. ماشي يا شباب شكرا جزيلا.